السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كسر الهز، رجعنا لكم لعبة ديزني. طبعا هذا المقطع ابغى اخذ فيه رايكم عن موضوع التوب 5، لان كثار قالوا لي كرشن نزل توب 5. شو موضوع التوب 5؟ التوب 5 بيكون عبارة عن افضل قتلات، مثلا بالروكت لانشر، السنايبر، او بالسوبر، او بالفرد، او يعني شو ما كان يكون افضل خمس قتلات. طبعا اذا تنوعت المقاطع، لقيت لي مقاطع بكمية كبيرة، يمكن افصل السوبر عن الروكت لانشر، عن السنايبر، عن الشاتجن، عن الفرود، فيعني بيكون ويعني كل شيء يعني منفصل عن الثاني. فمن جد يعني بغيت رايكم في هذا الموضوع، هل انه يعني متحمسين لهالشيء؟ كيف بيكون نمطه في القناه؟ هذا اول شيء. ثاني شيء، حبيت اضيف افكار جديده في القناه عشان التنوع. لو تشوف الفتره الحاليه القناه اكثر فيها، اكثر شيء فيها شروحات الاسلحه، نايت فول، اخبار، ونفس الشيء كروسبل. فا يعني ابغى اضيف اشياء ثانيه تفيد القناه، بحيث ان نكسر روتين القناه نوعا ما. فاتمنى تتعاونوا معي في الديسكريبشن، تحطون شو تبون بالضبط عشان اغطي قدر المستطاع، واحاول يعني البي طلبات الجميع وارائكم في لعبه ديزني. بالنسبة إلى بلاك أوبس 3، طبعا بلاك أوبس 3 إن شاء الله الكود بينزل على يوم 19/8، وإن شاء الله قبل ما ينزل الكود 19 يوم بنزل مقطع الجيفاوي إلى آخره. وبيكون أيضا أول ما بينزل بلاك أوبس 3 إن شاء الله بندخل في شروحات الأسلحة، في الجيم بلاي وكذا، يعني نوع ما ندخل اللعبة الثانية بجانب ديستني، بحيث أن نكسر الروتين والملل اللي صاير في القناة. فكما قلت لكم يا شباب، أي شيء تبونه في لعبة ديستني، شروحات معينة، يعني الشيء يعني متقدم. يعني أتمنى ما حد يرجع لي يقولي والله مثلا اشرح سلاح مثلا قديم، يعني او باونتي سلاح قديم. يعني اتمنى يكون الشيء يعني نوع ما يعني فكره شبه جديده، او انكم اشياء حابين تشوفوها في القناه مو محصليه في القناه. فاتمنى من الجميع يتعاون معي، لاني من جد بحاجه لهذا الشيء. هل كان معي اليوم؟ كان معكم كرشار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.